يا صباح الفل، يا صباح الجمال، وحشتوني جدا جدا جدا. انتوا مش متخيلين بجد، يعني انا بجد مفتقداكم، بس حقكم عليا. انا عارفة طبعا ان انا مقصرة معاكم جامد جدا، وحبيت بقى ايه ارجع لكم كده وانا ايدي مش فاضية خالص. بسم الله ما شاء الله على كوليكشن رمضان اللي انا عملته السنة دي. عايزة اقول لكم كل حاجة انا اللي عاملاها بايدي، الكوشن وجمال الكوشن. اتفرجوا على الجميل، سيبكم من ان انتوا وحشني، وشوفوا بقى الديكور بتاع رمضان بتاع السنه دي. ده طبعا كوليكشن شغلي الخاص بيا انا، يعني اي حد فيكم محتاج اي حاجه بعيد عن ان انا بعلمكم كده من الحاجات دي، تقدري تدخلي تكلميني على انستجرام وتطلبي الاوردر بتاعك. انا هناك طبعا عارضه كل حاجه بالاسعار. المهم بقى النهاردة هعمل معاكم المآذن، عشان الاتنين اللي انتوا شفتوهم دول اتباعوا، فانا قررت ان انا هعمل معاكم اتنين بقى تاني. انا كنت عاملهم على فكرة يا بنات على انستجرام، الاتنين اللي هما كانوا في اول الفيديو. فهعمل معاكم بقى اتنين تاني هنا، الطريقة بتاعتهم سهلة جدا طبعا طبعا من اعادة التدوير، هتحبوهم قوي، مش اصلا هتتخيلوا احنا هنعملهم من ايه. حبيت برضو كده ايه اعمل كوباية الشاي بلبن وافطر كده ونروق على نفسنا، وبعد كده نبدأ نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض النهاردة. الفيديو ده بيتصور الصبح بدري، بودي ساجد المدرسة ومحمد بيروح الحضانة، فبقيت اصور فيديوهاتي الصبح، مواعيدها دايما هتبقى على الساعة 8. بصوا بقى، فطرنا خلاص، هنجيب علبة التونة وازازة الكلور دي، مش هنحتاج اي حاجة تاني غير بس في الاخر كده هقول لكم هنحتاج ايه. هنشيل الغطا عشان طبعا الازازة تتقص معانا بسهولة، وهنبدأ نقصها لحد ما هتوصل معانا ان هي اكنها بالظبط غطا لعلبة التونة، هتقفل معانا على علبة التونة، فاهميني؟ تاخدوا بالكم دلوقتي، سامحوني على سوء التصوير ده، انا مخدتش بالي غير بعد ما خلصت الفيديو ان في خطوات هتبقى مش باينة. اهو بصوا، قفلوا الاتنين على بعض. بعد كده هنعمل عجينة الجبس والمية وهنصبها في علبة التونة ونسيبها بقى تنشف. تمام، سيبيها بقى تنشف، وقبل ما تجف خالص نيجي ونغرس فيها الازازة بتاعت الكلور، يعني قبل ما تكون خلاص بقت حديدة كده نيجي ونغرس فيها ازازة الكلور ونبدأ نسويها كده. شايفين انا بساوي بايدي علشان يبقوا هما الاتنين اكنهم قطعة واحدة، هنشوف في الاخر طبعا شكلهم، وهنكمل بقى صب جبس. شوفوا بقى حصل ايه معايا في الخطوة دي. على فكرة يا بنات انا ما حبيتش ان انا اشيلها في المونتاج، علشان انا عايزة اشارككم كل حاجة هنا على اليوتيوب، يعني اللي هو احنا اكيد اكيد واحنا شغالين ممكن نقع في اخطاء، ممكن تحصل كوارث، قلت اسيبها عشان اعرفكم لو ده حصل معاكم تعالجوها ازاي. زي ما شفتوا انا كملت شغلي عادي اكن مفيش جبس وقع، عشان ربنا ستر وهو ما وقعش على حاجة، وقع على الرخامة، فهنسيبه ينشف تماما. هنا طبعا كانت نشفت معايا، لو خدتوا بالكم مسكتها شويه بعد ما صبيت عشان ما كانتش لسه ثبتت قوي، فبعد كده راحت ثابته. جبت سكينه المعجون بعد ما نشف الجبس قشرته، اتشال معايا من على الرخامه بكل سهوله، والقطعه بتاعتي دي انا غسلتها بقى تحت الميه عشان انضفها خالص من بره. تمام، بس بعد ما تكون نشفت تمام. دي بقى الكور، عارفين الكور بتاعه راس السنه اللي بيبقى عليها نجوم الفيلم، هي دي. بس دي اصلا انا كنت شغاله عليها ببيكربونات الصوديوم ودهان البلاستيك، فهي كانت جاهزه معايا، فجبتها وبدات افحرها كده او اقورها من النص. ده ليه؟ علشان تبقى مقاس الجزء بتاع الغطا اللي عندي من فوق. هنشوف مع بعض ده دلوقتي. اهي بصوا، هي كده مقاسها اتظبط، بس انا قلت اشيل برضو القطعه دي عشان لما اجي الونها ما تضايقنيش عشان لونها لبني. بصوا هنفضل نلفها كده، عارفين هتقفل معانا اكنها غطا ومستحيل تتفك. هنا طبعا خلاص احنا كده المأذنة كانت جاهزة معانا. هنجيب بقى دهان البلاستيك، دهان البلاستيك ده بيكون كيلو سعره 45 جنيه، ودي السفنجة بتاعت المواعين العادية، بنقصها 4 قطع كده او زي ما تحبي، وبنخليها للشغل بتاعنا. وبطريقة الطبطبة ما ضفتش عليه اي حاجة ولا بيكربونات الصوديوم ولا حاجة، بس لو عايزة تعمليها خزفي وتديها حبيبات خشنة ضيفي شوية من بيكربونات الصوديوم. الكورة معمولة ببيكربونات الصوديوم، انا عشان كانت خلصانة عندي بصراحة. هنخلصها كلها، الطريقة بتاعتها سهلة، نفس الخطوات اللي انا بعملها معاكم كل مرة هنكررها، هتخلص معانا وهنسيبها تنشف. وزي ما معلماكم دي بتكون
طبقة البطانة، وبعد كده بنرجع نديها الطبقة الأساسية. لو حد حابب ان هو يعملها لون تاني، بنجيب الألوان الخام وبنضيف نقطة منها لحد ما نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينها على دهان البلاستيك. ما تنسوش يا بنات بقى نعمل شير كتير، انا عايزة ارجع معاكم تاني. يعني بصوا انتوا بتشوفوا انا بغيب ازاي، نعمل شير ونعمل اشتراك للقناة طبعا لو انتي اول مرة بتشوفيني، شجعوني كده عشان ارجع لكم تاني بقوة. هنا كانت نشفت معايا اول طبقة زي ما قلت لكم، شايفين لازم نديها الطبقة التانية، يعني بلاش نكسل ونقول هي طبقة واحدة، لا لازم تاخد الطبقة التانية، وكمان تاخد طبقة من الورنيش للحماية. الكورة انا ما اشتغلتش عليها عشان انا اوريدي كنت شغالة عليها. على ما تنشف بقى نعمل الخطوة اللي هي بتاعة الهلال. هنرسم هلال دلوقتي بالغطيان، اي غطيان عندك، انا دول اللي كانوا قدامي دلوقتي عشان عايزة اعمل هلال صغير. بنرسم دايرة كبيرة وبنيجي نكملها بدايرة صغيرة. الهلال سهل جدا رسمه اصلا. وهنبدأ بقى نفرغها، وبعد كده هنجيب الخوص. مفيش خوص تقدري تعمليها بخيط خيش، مفيش خيط خيش نقدر نعملها بمكرمية، اي خيط موجود عندك تمام، يعني مش شرط الخوص. هلفها كلها بنفس الطريقة لحد ما الهلال هيكون جاهز معانا. الخطوة بقى اللي جاية دي انا نسيت اصورها معاك، ودي بنسة انا قطمتها نصين وعشقتها في الهلال، وبعد كده هي طبعا هتتثبت في الكورة الفل بكل سهولة. وكان جاهز معايا، انا كنت عاملة بقى حجم اصغر منه. كل اللي انا عملته في الحجم الاصغر منه ان انا قصرت الجزء اللي هو بتاع ازازة الكلور اللي من فوق. وهنا بقى كانوا جاهزين معايا، شايفين الجمال، شايفين حلوين قد ايه. بكده بقى انا عملت معاكم فكرتين للمآذن ترند رمضان 2024. هحط لكم لينك انستجرام عشان تدخلوا تشوفوا الطريقة الاولانية، وكمان علشان تتابعوني هناك عشان انا بكون موجودة معاكم هناك على طول، وكمان لو حد محتاج اي اوردر يقدر يكلمني هناك. وان شاء الله الفيديو الجاي هصور لكم الجزء الثاني اللي عندي في الريسبشن، لسه ما شفتوش ديكورات رمضان حلوة قد ايه فيه. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتكتبولي رأيكم.